ضيفتنا دانا الروماني مؤسسه مشروع شغف. اهلا وسهلا فيكي دانا، صباح الخير، يا رمضان هلا، كريم. اهلا يا هلا، صباح ينعاد الخير، عليكي، يسعد رمضان كريم صباحك علينا وعليكم. واهلا وسهلا فيكي. تسلم يا رب. بالبدايه مشروع شغف، خلينا نعرف سبب التسميه، وإلكم 3 سنين، خلينا نحكي عن 3 السنين اللي كانوا، شو صار فيهم، الاهداف اللي قدرتوا تحققوها، شو كانت رسالتكم؟ هلا اكيد هو مشروع صغير ومبادره فرديه بلشت مني شخصيا، وانا اللي مستمره فعليا بالمشروع وانا قائمه عليه، بساهم بتطويره، بساهم باطلاق منتجات جديده، بشارك بكل المناسبات اللي موجوده، بكون متواجده باي مناسبه مثل الاعياد، مثل رمضان، مثل اعياد الميلاد، اعياد مثلا عيد الفصح، عيد الفطر، كل الاعياد بكون موجوده فيها، حتى عيد الحب، عيد الام. تواجدت بكل المناسبات بتصاميم مختلفه، تميزنا اكثر شيء بالطباعه الحراريه على الشمع، وهي من هون انطلقت الفكره. كانت الفكره بس طباعه لصوره شخصيه على شمعه، ومن هون انطلقت الفكره وحبيت المشروع انه يكبر اكثر، وعم يعيش هلا السنه الثالثه له. كيف الاقبال؟ ان شاء الله مزيد من السنوات. اكيد يا دانا، خلينا نحكي يا دانا، يعني كانت سمر عم تقول كيف الاقبال، ولكن هلا يمكن بيزداد هذا الاقبال بظر الحظر في البيوت والتصدي لوباء وفيروس كورونا. خلينا نحكي عن المشاركات، عن الاقبال، وعن الناس اللي حابين يتعلموا صناعه او الديزاينات على الشمع. عم تعملي شيء اونلاين؟ هلا انا موجوده بصفحه شغف كاندلز على الفيسبوك، فيها كل التصاميم وكل يعني الشيء اللي عملته، في ارشيف كامل. هلا من خلاله اي سؤال بيجيني من اشخاص حابين يشتغلوا شمع، كثير بدعمهم وبساعد انه يحاولوا يبلشوا مشروع، يمكن الصغير او ممكن تكون هي مو مشروع، ممكن يكون حابين بس هيك يجربوا فكره انه يشتغلوا شمعه بالبيت. فكثير هيك بتحمس افكار وبتحمس لحتى ساعدهم، يعني انه في حدا هيك مثلي عم يقدر يطلق هذا الشغف اللي جواته ويفعله ويوصفه بطريقه، يستغل هالوقت اللي عم يروح بشيء حلو يمكن ومفيد، يتعلم مهارة بتضل ذكرى يعني. اكيد طبعا. هلا ممكن حدا يجي لعندك يقول لك انا بدي هي الفكره، هي الشمعه، هي الجمله، ممكن انت تنفذي له اياها، ولا انت بتقترحي على المناسبه فكرتك وتحطي بصمتك الخاصه؟ هلا اكيد هيك وهيك بنفس الوقت. هلا لما بيكون في عندي تصميم معين، مثلا في عنده صوره لمناسبه معينه، فانا اوقات بعمل له اطار، بعمل له زخرفه، الى ما بعمل له شيء مثلا عباره. هلا هذا الشيء بيجي بالاتفاق بيني وبين الشخص اللي عم يقدم هي الهديه، بس في شغلات ثانيه بتحتاج لقوالب خاصه فيها، اذا كانت متوفره عندي فاكيد يعني بخدمه فيها، بس لما بتكون ما متوفره، وهي هون الصعوبه والتحدي، يعني انه نحن ما في كثير اهتمام بسوريا عندنا بموضوع القوالب، ففي صعوبه بالحصول على القوالب من برا، وشيء مكلف كمان، يعني ماله شيء سهل انه الواحد يحصل عليه. بس بهالثلاث سنين اللي بيقدر يتابع الصفحه بيكون بيشوف قديش فرق من اول شمعه اشتغلناها اكيد للتصاميم والاشكال الجديده والديزاينات الجديده. يعني عم نشوف على الشاشه كثير من الديزاينات، ان كان كلمات او احرف او رسومات وزخارف، وحتى خلينا نشوف في طباعه صور على الشمعة، كمان صورة بيبي صغير. خلينا نحكي عن التقنيات وعن أهمية التطوير بكل شيء، تكنيك جديد بخص الشمع، مثلا الصورة ما بتروح إذا في شيء هاند ميد، ألوان أو هيك ما بيروحوا أبدا. هلا أكيد هذا الشيء بيعتمد على نوعية الشمع وعلى المواد المضافة له لتحسينه. هلا ما بيكون السعر مثلا بالسوق، في كثير شمع، في كثير انواع، في كثير الوان واشكال، بس بتكون اوقات جودتها انه نحن بنشعل الشمعه فورا بتلاقيها طفت. طب شو السبب؟ بيكون انه نوع الشمع. فانا عم بشتغل على نوعيه شمع كثير عاليه وحافظت عليها خلال كل هالمده الطويله. الشمعه الاسطوانيه الطويله مثلا بتشعل اكثر من 48 ساعه. الشمعه الاسطوانيه الصغيره كل ما زاد قطره فهي عم تشعل اكثر، كمان فوق 48 ساعه. فهي نقطة. النقطة الثانية انه الصورة لا ما بتروح، الصورة هي مطبوعة حراريا مدموجة مع الشمع،
هذا الشيء بيخلي الصوره وقت بتشعل الشمعه، الشمعه بتاكل حالها من النص، فهي ما رح تقرب على الصوره ابدا. وفي حال خلصت الشمعه حتى في سماكه يمكن بالعرض اكيد، أكيد هي كل ما القطر صار بعيد عن الصوره فهو اكيد ما رح ياذي الصوره. في حال شغلناها كلياتها فالصوره بس رح تفك، هي ابدا ما راح يصير اي شيء ثاني. خلينا نحكي عن الشمعه المميزه فيروز والكلمات، خلينا نحكي كيف اجتك الفكره، قديش استغرق معك وقت الشمعه؟ هلا التصاميم بستوحيها من السوق، اكثر شيء مثلا من الاماريه، بتنزلي على الاماريه بتلاقي كل شيء كولكشن هدايا قد ما بدك. صح، فبتشوفي العالم شو بتحب، يعني بدك تدرسي السوق هو شو بحب لتقدمي له مو العكس. هلا في لمسه خاصه انا بضيفها على المنتج بتكون غير الشيء المطروق، ما بقلد شيء موجود، والتصميم اللي بينعمل لمره واحده فقط للشخص اللي عم ياخذ الشمعه، وحتى النماذج اللي بكون عاملتها بتنعمل لمره واحده فقط، وهي الشيء بيميز الشيء اللي بتقدري تشتريه من السوق بكميات كثير كبيره. فالفيروز اكيد كلياتنا بنعشقها، وبنعشق كثير اقتباسات من اغانيها، وكمان الشام القديمه قديش العالم بتحب صور الشام القديمة الفوتوغرافية كتير كمان موجودة. صباحنا كلياتنا مرتبطة بفيروز وأغاني فيروز، يعني قديش حلوة هي الشمعة الصبح مع فنجان القهوة، عن جد الواحد يحطه ويقعد تعمل جو. دانا خلينا نحكي، يمكن دائما بداخل كل حدا فينا في عنده هذا الشغف، في عنده إرادة، ظروف صعبة مرقت على علينا كلنا، على البلد وعلى الأشخاص، ولكن يعني من خلال الثلاث سنين قدرتي تعملي بصمة بإرادتك. طبعا. اليوم قديش مهم إنه الإنسان يكون عنده حلم ويتحقق، يتنفس صح، يتساعدوا الكل حواليه، قديه هذا الشيء هو عبره لغيرك كثير كثار، وقديش انت جاهزه انك تقدمي لغيرك؟ انا كثير بحب اكون شخص ملهم بحياتي، واختيار شغف هو حبنا لشغف شغف الحياه، لانه نحن رغم كل الظروف، وحتى المشروع انطلق بظروف كثير استثنائيه وصعبه كانت عم تمر فيها البلد، وحتى لهلا في صعوبات وتحديات كثير لما بدك تشتغلي اي مشروع، وخصوصي الشغل الهاند ميد، فالمواد الحصار الاقتصادي اللي علينا، المواد كثير بتتغير بتختلف نوعيتها من مره لمره، بدك تشتريها وبدك تحافظي على جوده معينه، فهي الامور كلياتها تحديات كثير كبيره، اللي ما عنده شغف انه هو يكمل فهو ما راح يقدر. فمن هون انطلقت الفكره، يعني الاسم شغف مرتبط بشغفنا للحياه رغم كل الظروف اللي نحن عم نعيشها، ونلهم غيرنا انه يصير يوظف هذا الشغف اللي عنده بشيء اللي بيبدع فيه اكيد، ويستمر بالرغم من كل الظروف. دائما عم نحكي هذا الشيء، بنتشكرك ومتشكر وجودك معنا، واكيد بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى هذا الشغف يكون مو بس عندك، عند كل جيل الشباب ليقدروا يقدموا ويحطوا بصمتهم بسوريا. اكيد، شكرا لك. ان شاء الله، وشكرا كثير لكم، وكثير هيك لفته حلوه من شكرا هالشمعات الحلوين يلي اكيد عم نشوفهم على الشاشه، كنا هدول كلهم هن شغل دانا وكلهم هاند ميد. شكرا كثير لك دانا، اهلا وسهلا ورمضان كريم.